السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم محاضرتنا على الوندرينج اتريا بيس ميكر اند وندرينج جاكشنال بيس ميكر، تقديم الاستاذ الدكتور حكيم شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. مالتنا المحاضرة اللي هو الوندرينج اتريا بيس ميكر. شباب، الوندرينج اتريال بيس ميكر اورجينيتد فروم ات ليست 3 سايد ابوف ذا باندل اوف هيز، وهذه قد تكون اما بالاتريوم، طبعا تكون بالاتريوم، وهذا ضمن اما من الاس اي نود، او قد تكون من اي في جاكشن، او قد تكون كونفنشن فروم ذيس اريا، يعني انه هذه الأورج الفوكس مالته مال يعني الوندرينج وين يصير؟ يصير أما بالاس اي نود الفوكس مالته، أو قد يكون بالاي في جاكشن، أو قد يكون طبعا بالاثنين. فإيش نعني طبعا إيش حيصير؟ طبعا تعرفون يمن أكو بس محارق قاعدة تنضب أو فوكس قاعدة يسوي مبالسز، فش حيصير بالأتريوم؟ حيصير أكيد طبعاً كونتراكشن، حيصير على دوبولاريزيشن، فتظهر البي ويف. هس إحنا نجي نشوف شلون التخطيط يصير. أول شيء هذا إذا نظرنا لهذا التخطيط نشوف من ناحية السايز والشيب أوف إيتش كوم اللي هو DQRS اللي احنا نشوفه. شو نشوف؟ نشوف طبعا البي ويف. البي ويف قد تكون عندي فلو فور ذا QRS، ويكون QRS قد يكون ليس ذان 0.12، البي ار قد يكون 0.12 ل 0.20، لأنه ليش؟ لأنه هذا أن الأتريوم هو point of the origin virus. The complex، لكن هذا complex اللي كان جاي من AV، بس عرفنا إذا كان جاي من SA node شو صار؟ أصير عندنا B with، أصير عندنا fellow for the QRS. لكن هذه إذا كان جاي، إذا كان موجود يعني الفوكس بالاي بي جاكشن، حصير البي ويف احتمال ما حنشوفه نوت بريزنت، أو احتمال نوت بريزنت بفور فور ذا كيو ار اس، قد تكون يعني ابسنس. و البي ار مي بي ان فيري، او اذا كانت موجوده يعني البي ار يكون طبعا صعب احنا نحسبها اذا كانت موجوده البي ويف ابسنس. ف بعدنا اكو 3 ديفرنت فور ذا بي ويف مورفولوجي، احتمال شي شوف بعض مورفولوجي يعني هي شكل مختلفه، احتمال نشوف بي ويف دورات جاي بشكل مختلف، دورات قد تكون عدل بالكيو ار اس، او قد دورات نشوفها صايره انفيرتد، فهي عندنا 3 ديفرنت. بعض السهداني مثلا هذا التخطيط اخر، بعض يعني هنا هاي مختفيه البي ويف، او دورات تصير مورفولوجي يعني شكل غير طبيعي إلها إذا كانت جاية من الأتريوم. إذا كانت من الإيفينيون بعروف معنا الشكل قد يكون مختلفة، أو قد تكون طبعا هاي البي ويف قد تكون عادل بالكيو آر إس. إذا كانت بريزنت البي ويف فشو نشوف المسافة البي بي والار ار تصير ارديولار ريثم، اي بتوين 60 to 100، فقط انه يعني انه
يخلون المريض تحت المراقبة أو أبر frequently because it indicated for increased irritability within the cardiac muscles and increased irritability maybe causes this arrhythmia. يعني فيخلون المريض تحت المراقبة فيشوفون إذا صار أي irritable بالمايوكارديوم، فبهذه الحالة إنهم يبدون يعالجون المريض لأن هذا الإريتابيليتي قد يقود إلى سيريس فور ديس أرثبية. السيبتوم اللي تظهر عند المريض مالتنا هو شنو؟ يخلون المريض تعتمد طبعا على الديبيند أون ذا ريت أوف ذا وندرينج أتريا بيس ميكر، وتعتمد على مدى تحمل المريض التمرز أوف ذا ديس أرثبية. يعني هم السبب مثل ما قلت لكم احنا إن كان مريض عندنا موندر أثر بيس ميكر يجي احنا ما ينام هذا المريض بالمستشفى وإنما يدخل تحت المراقبة، فنشوف ايش قد إنه يقدر الم... إذا صار يعني بين فترة وفترة يجي الطبيب مواعيد ويفحصه ويشوف إنه هل أثرت هذه سوت أريتابل بالمايوكارديوم هذا ديس أرثمية، ونشوف ايش قد يقدر المريض انه يتحمل هذا النوع من الديس أرثمية. الاي في نود شباب لوكيتد ان ذا جنرال اريا اوف ذا لور رايت اوف ذا اتريوم، يعني بهذه المنطقة. خلينا نحدد وياكم المنطقة يعني هذه المنطقة. طبعا it is an indolence، يعني هي تكون انه يعني غير واضحه عن difficult to pinpoint، انه هذا يعني من الصعب انه نحددها بالدقه. The cardiac tissue، شباب الكارديك تيشو الارمون surrounding medial retina بالـ AV node called AV junction، يعني يسمى بالـ AV junction. هاي الـ AV junction إلها قابلية على إنه initiated for an electrical impulse، إلها قابلية على إنه ينطي نبضات كهربائية. The rhythm that started in other AV node or AV junction يسمى junctional rhythm أو نودل ريثم، يعني أما إنه الإيقاع يسمى الإيقاع الوصلي أو الإيقاع الأخري، لكن هذا الترم نودل يعني ريثم is really used، يعني نادر ما يستعمل، وإنما اللي هو أكثر دقة يسمى ejectional ريثم is more quiet because the AV junction is not the primary base meter of the heart and it is not efficient as the SA node has a slower heart rate. يعني هنا يكون انه الحقل الوصل الابن والبطين هو ليس منظم ضربات القلب يعني الرئيسي، وما عندي هاي الفعالية كفعالية الـ SA node. لهذا السبب تشوفون انه عندي الهارت ريت مالته يصير سلو لغيت. The AV junction يصير الريت مالته بين 40 إلى 60 electrical impulses per minute. And there is also now يعرف باسم معدل ضربات القلب المتأصل في منطقة التقاطع الـ AV منطقة قطع الأثيريو فنتركم، يعني is known as an inherited heart rate of the AV junction rhythm. The junctional rhythm is not usually a lethal dysarrhythmia، يعني هو إيقاع هذا المفصلي هو يعني هو مو ميت أو أضر as with any rhythm patient assessment is essential to determine the patient tolerance of the dysarrhythmia. وأنا ما يخلون المريض اللي عنده هذا الأدنى الجنسين أو الرتم يخلون تحت المراقبة حتى يشوفون مدى تحمل المريض لهذا الإيقاع.
طبعا اي جنكشن اذرثن The educator ambassadors travel in a normal pathway through the AV junction. يعني هنا بالجكشن الرسم هذا الإيقاع أنه الأمباصز تمر بنفس المسار الطبيعي pathway through the AV junction through the bundle office and bundle branch and to the Purkinje and in of the ventricle muscles يعني تمر نفس الممر الطبيعي. Then the electrical muscles follow the normal pathway through the ventricle QRS usually measure less than 0.12 second. لكن QRS صير طبعا يروي less than أقل من 0.12 على المواصفات مالتها. However, the pump pulses that depolarize the atrium must be triangular backward. يعني هنا لما يصير هنا ينتقل الدافع اللي يزيد الاستقطاب الى الاذين يعني الى الاذين الى الخلف or retrograde motion from the AV junction up through the atria الى الاتريا and طبعا هنا بحركة قريبة من الأعلى من خلال الأذين يعني ينتقل يرجع الحافز ترجع النبضة من الإيجيكشن إلى الأتريوم وهذه الحركة اللي هي the retrograde motion point for all three characteristic change in the B wave هذه الحركة اللي تصير هي تفسر هاي التغيرات اللي الثلاثة اللي تصير بال B wave when identify AV junction يعني احنا لما نشوف ال AV junction حنشوف بالسفريت مالته نشوف التغيرات اللي تصير B wave وهاي ناتجة من نتيجة انه شنو من نتيجة انه هذا الدافع الامبلسز يزيد استقطاب الأذين بيرجع إلى الخلف بحركة وهاي الحركة هي اللي تتأثر على هاي الكاركترستيك مالت البي ويف وان ايدنتيفاي اي ان انجكشن ريثم فانفيرتد نشوف البي ويف قد تصير انفيرتد او قد نشوف تصير بيرد يعني مندفنة او مختفية او تصير ريتروجرايد راجعة للوراء. زين شباب هسه احنا قلنا قبل شويه قلنا انه الرتم مالت اي مالت اي في جاكشن رتم بس نشوف بي بي ويف اما انفيرتد او ريترو ريد او بير بس احنا نحكي على كل واحده من عندها وشلون تصير هسه بعد انفيرتد بي ويف ابدا الكتركال امبارسز اورجنيتد هاي ان ذا اي في جاكشن اريا يعني انه اذا نشأت النبضات الكهربائيه عاليه في منطقه الوصل اللي هي الاي في جاكشن the arterial ار دي بولاريزيت كويكلي يعني هنا هاي دي بولاريزيت بالاتريا حيصير كويكلي ها او ضال ان ريتروجريد مانر فإن الأذين حيزيلون الاستقطاب بسرعة وإن كانت هاي الرجعة طريق وإن كانت طريقة رجعية حتى لو كانت هاي بالريتروجرايد this retrograde depolarization هذا رجوعها هذا الاستقطاب الرجعي انه حيسبب في قلب causes the B wave to be inverted or upside down يعني تنقلب رأسا على أقل بعض الشباب تصير مثل هذا يعني تصير الموجة مقلوبة هاي تصير مقلوبة ليش تصير مقلوبة؟ لأنه هنا لما تنشأ هذه وين اللي كثرت الأمراض أورجينيتي بالهاي إن ذا هاي أوف إي في جاكشن فالأثر يصير هاي حترجع
الاثر هي فيو بولاريزيشن حقيقي، هاي ذلك استطاع اصير بسرعه اصير بسرعه، وحتى اوضه ان ذا ريتروجريد مانر حتى وان كانت الطريقه رجعيه. فهذا الرجوع هو اللي يسبب انه البي ويف تصير منقلبه. Since the apical impulses originated in the LV junction, يعني هسه احنا عرفنا انه الابيكال امباسز من جت من LV junction، بس من المنطقه اللي كانت هاي فرجعت الى الاتم. الديستنس ذا امباسز must be trifled to globalize the ventricle is shorter than the than normal. فالديولا احنا نظر لان النبضه الكهربائيه اللي تنشأ من الوصل الاذيني البطيني، فان المسافه اللي يقطعها الدافع لازاله الاستقطاب من البطينين يكون اقصر من الحد الطبيعي. لهذا السبب يصير ديوبولاريزيشن ازاله الاستقطاب بالفنتريكال ريفلكتد اللي هو بالكيو ار اس reflected is occur quickly and maybe causes shorting the VR interval for less than 0.12. فهنا هسه احنا مثل ما قلنا لكم هنا اللي سنس فور ذا كتركال امباسز يكون الكتركال امباسز تجي من اي في جاكشن، فالمسافه هنا الديستنس ذا امباسز ها must تركب تو دوبولاريزيت فور ذا فنتركل تصير اقل من الطبيعي. فنتيجه لهذا انه حيصير دوبولاريزيشن وهذا بالفنتركل، وهذا ينعكس على مثل ما نعرف دوبولاريزيشن بالفنتركل شنو مثله؟ مثله الكيو ار اس، فيكون هذا دوبولاريزيشن كويكلي ويكون اكو شورت بالكيو ار اس. مسافه البي ار ار البي ار تكون ديزنان او بونت 12. هاي عرفنا الانفيرتيف، اس عندنا الريتروجريد. بالريتروجريد retrograde when the electrical impulses originated in the lower part of the AV junction area. هنا الدافع الكهربائي او الامبلس ينشأ منين؟ ينشأ من الجزء الاسفل من منطقة الـ AV junction. ف the distance the impulses must be trifled to the arterial is greater than the distance of the تو ذا فنتركل. يعني اذا احنا نقيس المسافه بين هاي الامبلسز اللي تروح للاتريوم تصير يعني اللي تروح للاتريوم تصير جريتر ذان المسافه اللي تروح للفنتركل. لهذا السبب انه الاتريوم بولاريزيشن يصير سلايتلي ليتر ذان الفنتركل، يعني انه شنو؟ انه الاثر البولاريزيشن يصير بعد فتره قليله من البنتركل، يعني اول مره البنتركل راح يصير فيديو بولاريزيشن بعدين يلا يجي الاثريوم. فنتيجه لهذا حيصير بروديوسينج ريتروجريد بي ويف افتر كيو ار اس، بعد هاي بي ويف افتر كيو ار اس. هسه عندنا بي ويف يعني هنا اللي يسموها المحتفية. When the electrical impulses originated in the mid AV junction area، يعني هسه عندنا هذا الدافع حينشأ في منطقة الوسطى من الوصل الأذني البطيني. فإن المسافة so the distance the impulses travel up through the atrial retrograde and down through the ventricle. فشو تصير؟ تصير انه الامبلسز حيروح قسم من عدد من فوق وقسم من عدد يعني حيصير ابار ترايفل اب ثرو ذا اثريوم، فيصير ريتروجريد
of down through the winter cold always is the same per ether. And this similar distance causes the area and winter cup to jubilar cities at the almost the same time. هذه المسافة اللي هي متساوية بين الأترم والبنتر كاو مع البيبولاريزيشن إيش حال اللي تصير بنفس الوقت إنه إيش حال تصير إنه because the force of aerial depolarization is less than the force of the winter cup depolarization فنتيجة لهذا إنه البي ويف حتختفي هادن by QRS. This B wave is described as bare or hidden and the consequent BR interval is not seen. يعني هنا BR interval يمكن أن من تحدث يعني من يصير هاي تنشئ النبات من منطق واحد داخل منطقة الوسط المعدل أقل من 40 أمبالسز بير منت. طبعا إذا كان البي ويف إز إذر إنفيرتد بيريال أور ريتروجريد يعني المواصفات مالته يمكن إحنا قد نشوف البي ويف أما تصير إنفيرتد أور بير مختفية أو ريتروجريد يعني راجع لورا البي آر انترفول إنتو ذا بريزنت يصير ليز 9 أو هون 12 بيكوز البي بي to be and if seen the RR interval are regular فالرتم يصير regular طبعا هنا نحن نشوف نشوف انه اذا شفنا موجود ال B فشوفوا المسافة بين B و RR شوفوا من الرتم الرتم ما تقد يصير regular the rate can be very and it must be يعني هنا يمكن قد يكون دورات very يمكن قد يكون دورات regular بس هو ما هو يصير regular rhythm ويمكن قد يكون هو less more than 40 electrical impulses per minute بعض هذا انه هذا انه بعض regular ها وبعض الديويت يعني انه مختفي هنا ظهر انه retrograde معروفه ejectional bradycardia يمكن قد يكون كوز ما تأم هارد ديزيز أو دراك مثل الديجيتال كونديزين السيديتيف الجيكشنال ريثم من بي بيكم سيريز ديس أرثمية if the rate falls significant or patient becomes symptomatic شباب هاي الجيكشنال ريثم ممكن قد يكون يعني خطرة ديس أرثمية مالتها إذا خصوصا إذا كان الريت كلش يعني صاير فولس significant يعني ناس كل صيف بريديكاردي أقل من 40 وإذا كان المريض تظهر عليه علامات الكارديك أوتبوت فيعتبر أنه سيريس ريمبر أي بيش لازم أنت يعني أنت تعرف أنه أي مريض with the heart rate of these 960 شو نقول عليه؟ نقول عليه بريديكاردي this is known as an absolute بريديكاردي يعني واضح البريديكاردي however because the inherent rate of the AV ejection is 40 to 60 electrical impulses per minute طبعا هذا ايش نسميه اذا كان نسميه inherent rate of the heart rate of the AV ejection اذا شنو اذا كان الريت مالتي من 40 الى 60 الكتركم امباسس بير منت يعني اذا كان جاي من وصلي فمثل ما قلنا لكم المتاصل يسموه النهار معدل ضربات قلب المتاصل الوصلي اللي هو يكون اي في جاكشن يكون بالرتم مالت اي في جاكشن والريت من 40 الى 60 اذا كان اقل من 40 شو نسميه جاكشن طبعا هسه احنا عندنا اللقاء الاخر اللي هو الاكسلريتد جاكشنال ريثم المتسارع الوصلي الايقاع الوصلي المتسارع شباب هذه الاكسلريتد جاكشنال
ريثم لقاعد وصل المتسارع يحدث a curving or electrical impulses originated from a single cell يعني يجي من مكان واحد within the AV junction بريت يتراوح من 61 إلى 100 impulses per minute. شباب هسه هذه مثل هاي هذه يسموها عندنا الاكسلريتد جنكشن ريثم باعوا بي ويف وقيسوا الهارت ريت مالته زين بي ويف وبهذا احنا شو نشوف احتمال شو نشوف نشوف الريثم تشوف البي ويف اما قد نشوف انفيرتد او ديرت او ريتروجريد البي ار اذا بريزنت تكون مسافه تكون ليز دان او بونت اشطر البي و بي تو بي تكون والار تو ار تصير عندنا ريجولار ريثم ذا ريت كان بي فيري بات ات ماست بي بتوين 61 الى 100 بتتقل غير بنت مثل ما قلنا احنا الريت مالتي تصير الاكسلوريتد جنكشنال ريثم بين 61 الى 100 الكتريكال امبالسز بير مينت Any patient with heart rate greater than 100 electrical impulses is a child injection rhythm. مات يعني إذا واحد عنده واحد إذا عنده الهارت ريت greater than 100 إيش حنسميه عنده greater than 100 electrical impulses. Per minute as tachycardia rate. However, only those rhythm that are junctional have a heart rate between 61 to 100 impulses per minute is called accelerated junctional rhythm. يعني إذا طبعاً إحنا نعرف إن أخذنا المصطلح قبل أخذنا شنو يعني التاكيكارديا اللي هو شنو يعني تكيكارديا يعني يكون الهارت ريت اكثر من 100 زين الاكسلوريتد الايقاع الوصل المتسارع قد يصير الهارت ريت مالته 61 الى 100 في حين اكو مصطلح اخر يسموه الجكشنال تكيكارديا هذا يصير الهارت ريت مالته بين 101 ل 150 امبالسز بير مينت both accelerated ejectional rhythm and ejectional tachycardia may be caused by heart disease or drugs such as bromine, cofaine, and vitamin. It is also result from pain, fever, or acute anemia. Exercise or stress drugs also can be causes this dysarrhythmia if the heart disease is present. طبعا المعنى بهذه الاستاذ هو وضح الكوزز مال الاكسلريتد ejectional rhythm and ejectional tachycardia. وهنا طبعا اذر فور ذا accelerated ejectional rhythm يعني سواء كان الايقاع الوصل المتسارع او الوصل المتسارع او الوصل السريع ejectional tachycardia يعتبر serious dysarrhythmia. ليش؟ if the rate increases significant or patient becomes symptomatic يعني إذا في حالة إنه زيادة بهذا الريت يعني الهارت ريت والمريض كانت عنده أعراض low cardiac output فيعتبر هذا serious لهذا السبب إنه يحتاج إنه هذه الحالة إنه نسوي assessment is required حتى يحدد determine العلاج المناسب the treatment as well as the patient tolerance to the treatment to the طبعا هسه احنا وصلنا للبريماتشور جاكشنال كونتراكشن البريماتشور جاكشنال كونتراكشن از ان انديفيدوال كومبلكس that originated from a single site in the AV
junctional area. يعني هو ينتج من محرق أو يعني محرق واحد أو فوكس واحد وينها صاير من بال AV junctional area و and occur يصير earlier than the next expected of the underlying rhythm. في pre-mature junctional contraction يمكن أنه يحدث بأي rhythm. يمكن أن يصير هذا بالبريديكارديا، يمكن أن يصير بالتكيكارديا. Although premature junction contraction are individual and not through rhythm because they originated from AV junction area. يعني premature junction contraction هو الاورجينيتد مالت، يعني يجي من منطقة الـ AV junction. premature junction contraction has the same characteristic as other junction complex. يعني انه هذا قد تصير طبعا البي ويف از قد تجي اما انفيرتد او تجي دورات ريتروغريد او دورات تجي بيرد، يعني نفس مواصفات الجاكشنال كومبلكس. نشوف البي ار هذه قد تجي يمكن قد تكون less than 0.12 second، والكيو ار اس قد تجي عندنا normal less than 0.12. اما البي بي انترفال والار ار انترفال of the underlying rhythm very depend on the rhythm. يعني قد تصير الار قد يصير دوره طبعا، والبي بي تعتمد على الرثم مالت السترب يعني او مالت الاي سي جي اذا كان مثلا المريض عنده بريديكارديا او تكيكارديا تعتمد عليه. The occurrence of a premature junction contraction in even the most regular rhythm causes the B to B R to R interval to be regular. يعني من تجي هذا عندنا premature junctional contraction قد تسوي الرثم عندنا regular. مثلا هاي عندنا premature، هنا عندنا البي ويف صايرة هدن، فهنا باعوا سوت عندنا السترب قد سوت هذا البي بي والار ار سوته ريجولر. البريماتشور جاكشنال كونتراكشن مي بي فلود باي كومبليت كومبنسيتوري باوز. يعني يمكن ان تجي براها فترة مطاوعة اللي هو البويز which allow the underlying rhythm to depolarize at its normal rate as if the premature junctional contraction had never occurred. زين شلون نقيس هاي فترة المطاوعة اللي هي الكومبنسيتوري بايز؟ نقيسه بالار ويف. هسه هاي عندنا على البريماتشور كونتراكشن، شلون نقيس؟ هنقيس المسافة بين R distance the R to R interval from the complex before والcomplex اللي هو الافتر premature junction contraction. فالمفروض هاي المسافة تصير at least two times the RR. يعني هاي مالت الأندرلاينج ريثم هاي إذا صير
المفروض هاي المسافة من هنا لهنا تساوي تقريبا هاي 2 تايم اوف ار ار اوف اندرلاينج ريثم. طبعا although premature junction contraction may be occur in any rhythm, it is easy to identify within sinus or bradycardia rhythm. When determine the rate of any rhythm contain premature junction contraction, the R wave of a premature junction contraction is included in the total count of the R wave. يعني هسه هنا هذا بهذا الرتم جت هنا هذا premature contraction. فاحنا من نحسب هاي من نريد نحسب الهارت ريت مالته، فالمفروض انه ندخل بالحساب، يعني احنا اكيد هذا هو irregular rhythm فنحسبه بحساب 6 second. فاحنا من نحسب عدد الار ويف المفروض هذه الار ويف مالت البريمتشور جاكشن كونتراكشن يدخل هذا ايضا بالحساب ويا حساب الار ويف بالسكس 6 second. The underlying rhythm must be identified with interpreting the rhythm strip containing premature junction contraction. For example, the underlying rhythm must be a sinus rhythm or junction rhythm with a premature junction contraction. يعني هنا عندنا بويه البريمتشور جاكشن كونتراكشن قد يكون عندنا الرثم اللي يجي وياه اما ساينس الرثم او قد يكون جاكشن الرثم. الجاكشن الرثم احنا مثل ما نعرف قد تجي به يعني بالستر بنفسه تجي البي ويف دوره، قد تجي عندنا هذه البي ويف انفيرتد، تجي ريتروغريد، تجي هاتن البي ويف. هذه طبعا مثال على البريمتشور جاكشن كونتراكشن. طبعا هذه هي البريمتشور جاكشن بعد جايين بي انفيرتد، وهنا هذا الرثم هو ساينس رثم. والمثال الثاني هاي عندنا البريمتشور جاكشن كونتراكشن جاي عندنا هادن وباعوا الرثم مالت الستريب كاكول هو جاي عندنا ساينس رثم. طبعا اذا احنا نباوع بهذا الستريب باعوا جيتي الكومبنسيتوري بويز، اذا نريد احنا نحسبها نحسب الار ويف اللي هو بيفور البريمتشور جاكشن كونتراكشن بعد والار ويف اللي هي بعد البريمتشور كونتراكشن، المفروض ان هاي تساوي 2 تايم اوف اندرلاينج ريثم. طبعا السان سيبتم اوف بريمتشور جاكشن كونتراكشن قد يصير عند المريض، قد يكون هذا ما عنده اي علامات اسمبتوماتيك او دورات تصير عنده بعض تيشن ديزينيز هايبوتنشن سينكوبي تشيسبين قد يصير عده. عندنا الكوزز او الريسك فاكتور قد يكون كارديك سيرجري او قد يكون هارت ديزيز او قد يكون هارت فيلر، قد يكون الكتريكال امبالسنز، قد يكون الكحول، قد يكون السموكينج، قد يكون الهايبوكسيا، قد يكون ميديكيشن فيروس ميديكيشن، قد يكون سيك ساينس سيندروم، قد يكون سبسز. طبعا هذه البريمتشور جاكشن كونتراكشن باي اتسلف از نوت ليثال ديس اريثميا، يعني هو مو مميت وانما يتخلى المريض فقط تحت المراقبه، شود مي مونيتورينج كلوزلي سينس
إلا إذا هذه تفاقمت عند الأعراض. It may be ترقى more serious dysarrhythmia، احتمال تصير عنده dysarrhythmia. فهذا المريض مالتنا كحالة emergency treatment، هو ايش حيخلوه؟ حيخلوه عندنا يجي أول ما يجي يخلوه يسووا له 12 lead ECG والvital signs والأكسجين وIV كانولا، ويسووا له monitoring for deterioration. بعدين يعالجون أيضا السنس سبتم اللي هو يجي بيها، ويبحثون عن السبب مالتها، يعني search for underlying causes من خلال عندنا الميديكال هيستوري. طبعا هسه احنا وصلنا للوندرنج جاكشن بيس ميكر. الوندرنج جاكشن بيس ميكر originated from at least three different sites within the junctional area، يعني يجي من ثلاث أماكن، three sites، ثلاث مناطق وين بالمنطقة junctional area. فهذه نتيجة لهذا، فإحنا شو نشوف بالـ ECG؟ نشوف the size and shape of each individual complex is determined by site of origin for each. يعني نشوف باعو البي ويف جاية مختلفة، لأنه جاية من three sides. different for the B wave morphology. طبعا قد نشوف هذه ال B wave إذا كانت جاية من الهاي نويدا، فنشوف ال B wave تصير proceed for QRS، وقد تكون هذه طبعا inverted retrograde، او اذا تجي من الميد نودال قد نشوف نو بي ويف، او اذا جتي من اللو نودال قد نشوف تجي فلو فور كيو ار اس. طبعا the individual complex are characteristic by wave B wave that are inverted، قد تجي bird، قد تجي retrograde. Any BR that are seen are usually less than 0.12 إذا كانت موجودة الـ B wave. لكن الـ QRS usually for the normal less than 0.12 second. الريثم إذا نشوفه هو is irregular، نشوف varying بي تو بي ويف، او قد نشوف بيرن فور ار تو ار، يعني نشوف اكو اختلافات. و also الهارت ريت قد يصير يجولي بين 42 to 60 الكتريكال بالسز بير منت. هذه الديسارثمية is usually not lethal، يعني هي مو مميتة. However it is frequent treated because it indicated an increase irritability within the cardiac muscles. هي مميتة لكن انه تحتاج انه معالجته، لانه هذه وجوده دل اكو بس اريتابل تهيج بعضلة القلب، او هذا التهيج ذا انجريز اريتابلتي مي بي كوزز فور ديس ارثميا، يمكن قد يقود الى اضطرابات بالنظم، او هاي اضطرابات النظم قد تكون خطرة بروجرس تو مور سيريس ديس ارثميا. الوندرينج اتريا بيس ميكر مي بي كوز باي هارت ديزيز ام اي اور دراج توكسيستي. الوندرينج جاكشن بيس ميكر ديس ارثميا هاز ثري اور مور
جاك شينال سايد، احنا مثل ما قلنا يعني احتمال تجي من ثلاث اماكن بالاي في جاكشن او اكثر. هاو اذر ذا ريثم ذات هاز بوث الاتريام اند جاكشن سايد از ايدنتيفاي از واندرينج اتريال بيس ميكر.